بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اللوبس يعني هو موضوع لابد منه في كل اللغات الإجرائية اللي ممكن نشتغل عليها. اللوبس بصراحة في منها أنواع، بس الشاهد منها أو المألوف اللي هو زي صيغة الدو وايل، وفي طبعا هو ما فيش حاجة اسمها دو وايل، هنا في عندهم لوب وإند لوب، بس انفينيت لوب، لوب واند لوب وما بينهما بلغة البي ال اس كيو ال بنحط اللي بدنا اياه. طبعا نضطر احيانا نحن ننهي اللوب هذا بشرط معين، ممكن نكتب اف ونحط الشرط اللي بدنا اياه، then ونحط الاشي اللي بدنا اياه، ثم exit واند اف. exit هذه بتعمل على الخروج من وين؟ من اللوب، الخروج من اللوب. فبالتالي اذا كان انا بدي اطلع من اللوب بستخدم exit، هاي صيغة تمام. وفي صيغة تانية انه انا بدل ما استخدم هذه ثلاث اسطر او اربعة او خمسة، مباشرة بكتب exit when وبحط الشرط اللي بدي اياه، الكونديشن اللي بدي اياه تمام. هيك بتكون اسهل تمام للشغل تبعنا. هذا هو الشغل اللي موجود. طبعا بتطلب الان ان انا يعني اصل لحالة الكونديشن هذا، حالة ان الكونديشن هذا يعني يكون ترو. الوصول الها بدي اغير كاونتر معين، او بدي يعني بعرفش ايش السبب بدي يكون. احنا الان حناخد مجموعة من الامثلة، الامثلة ما بتركز على الداتابيس، بديش اركز على الداتابيس كتير الان، أركز بمجرد ما أبدأ بالكيرسر اللي هي المحاضرة الجاية إن شاء الله رب العالمين تمام. يعني الآن لو أجينا ناخذ مثال نطبع اللي هي الأرقام الفردية مثلا أو الزوجية تمام. طبعنا المحاضرة الماضية الإيفنت نمبر تمام. نيجي نشتغل مثال على هذا الكلام من خلال بروسيجر أو من خلال فانكشن. لو كتبنا create or replace procedure، ناخذ اللي هو طباعة الأرقام الفردية تمام. هاي هنا odd number، هنحدد الفترة من إلى، يعني هنا اللو تمام أو الانيشال، ال نوع number، والهاي اعلى قيمة بدنا نصل الها اللي هي ايش؟ برضه نمبر. هذا البروسيجر ال والاتش هيكونوا المود تبعهم ان، يعني هنحدد البداية والنهاية، هنحط از او از، هاي بيجن وهاي اند تمام. الان بدنا نبدا نشتغل اللوب اللي عندنا، هاي لوب وايش في عندنا هنا؟ اند لوب. الآن طبعا البداية والنهاية مش يعني لم يستغلوا في التوقف، فممكن نيجي نكتب هنا exit when. طبعا إذا حابين احنا شوية هيك نكون مرتاحين في الكود بدنا نحط متغير هنا بدل ما أصير أغير في هذا، لأنه هذا ما غير قابل للتغيير، فبدي أضطر أعرف متغير هنا بعد الـ is وليكن I كاونتر تبعنا تمام. نوعه ايش؟ نمبر، وممكن نحطه من اكم من خانة بغض النظر تسعة كتير يعني. اكزت من ايش؟ اي اكبر من مين؟ الاتش، يعني الاي يفترض انها تاخذ قيمة مين؟ الالف في البداية صح؟ أخذت رقم خمسة أو ستة، بعديها بدها تضلها شغالة لغاية ما تصير الآي أكبر من مين؟ من الأتش صح؟ أوكي. الآن في عندنا مشكلة إنه متى آي بدها تزيد أو كيف بدها تزيد آي؟ تمام؟ الآي بدنا نعملها إنكريمنت تمام؟ بقيمة واحد كل مرة. فطبعا عشان نشتغل هذا الكلام ممكن نيجي في الآخر أو في البداية هنا نجي نحكي له i becomes equal i plus 1
هيك صار الاي بتزيد حتى في النهاية نصل ل اللي هي الشرط يصير صحيح. تمام، ممكن نحطها بعد او قبل، ما في مشكلة. اوكي، نيجي على جوهر البروسيجر تبعنا هنا، انه احنا بدنا احنا جوا اللوب. لاحظوا احنا جوا مين؟ اللوب. بدنا نبحث اللي هي باقي القسمة، اذا كان واحد معناته الرقم ايش بده يكون؟ فردي، صح؟ اذا باقي قسمة مين على مين؟ اللي هي اي، صح ولا لا؟ على اثنين. اذا احنا هنا ممكن نحط الريزلت مثلا، نعرف متغير حتى نطبع النتيجة. هاي اي نمبر وهاي ار الريزلت، نوعها مثلا برضو نمبر، وليكن اكم من خانة مش مشكلة. اللي بدنا نطبعها ايش نحكي لي هنا؟ ار becomes equal، الرقم تبع مين هو حيكون؟ اي. اي مود مين؟ مود اتنين، صح؟ ار اللي هي اي مود اتنين. شوفوا كيف نعملها. هان ايش النتيجة حترجع؟ استخدمنا الدالة مود، خدناها الفصل الماضي. حترجع لي يا صفر يا واحد، لانه النتيجة احنا مقسمين على اثنين، دائما النتيجة هتكون اقل من اللي هو العدد هذا، صح؟ الان هنا حنيجي نحكي له اف ار ايكوال واحد، في الحالة هذه بدها تكون مود اود، صح؟ اذا نطبع رسالة زين دي بي ام اس اوت بوت دوت بوت لاين، ونطبع مين؟ ار. تمام هيك، وبعد ما نخلص نعمل اند اف، نزيح هذول حتى تكون يعني الامور يعني اكثر قابلية للقراءة. شكل هذا، والاي تابع على مين؟ لللوب، وهي اكزيت، وهي اند لوب، وهي اند لمين؟ للبروسيجر. طبعا ممكن ندخل اختصار في الكود، يعني بدل ما نحط هذه كلها هيك، تمام، ايش بنسوي؟ ناخذ هذه هيك كنترول اكس، فيش داعي لهذا السطر، وبنحطه هنا قبل الار، صح؟ اذا في النهاية احنا مش محتاجين مين؟ الار. تمام هيك، نجرب هاي كوبي ونروح على الاوراكل ابيكس، وهاي لصق اود ان او هاي ران. ايش حكالي؟ في عندي خطأ، نشوف وين الخطأ. هي المشكلة انه احنا نسيناها، يعني احنا بدنا نطبع النتيجة هذه، صح؟ ولا بدنا نطبع الاي؟ اي بدنا نطبع الان، بدنا نطبع الاي، بس هي المشكلة. الرقم اللي هو الفردي، الاي بمر واحد اثنين ثلاثة، الاثنين يسقط والاي بيثبت. نجرب هاي بروسيجر از كرييتد. تمام، اذا هذه كانت المشكلة لما عدلنا توي في كتاب، وحتى من الخطأ ان احنا كنا نطبع قيمة ار اللي هي المود، لانه في النهاية هتطلع واحد، في النهاية كلها هتطلع واحد او صفر، واحد او صفر، احنا كان بدنا الاي، هذه كانت المشكلة هنا. طيب نستدعي هذا البروسيجر، نخزن اول اشي الكود، نستدعيه begin و end، begin و end. هاي البروسيجر تبعنا odd number، نحدد له من متى؟ من 15 ل 50، ولا بلاش خليه من 15 ل 23،
أي لخمسة وثلاثة، 25 حتى نشوف النتيجة. هيك إحنا بنستدعي البروسيجر صح؟ القيمة الابتدائية هي 15 وأعلى قيمة 25. نجرب ننفذ هذا الكلام. هيك ديليت هاي بيست، شوف النتيجة. في اشي قديم بيجن اند، بسم الله، لاين 2. طيب نعمل كوميت، المفروض انه انشأه، بس نجرب كوميت نحفظ ما تم انشاؤه توي. اوكي هاي مرة ثانية بيجن وود نمبر. ايش المشكلة هنا؟ بروسيجر ايش اسمه هو؟ اود ان او تمام. اوكي هاي لاحظوا في مشكلة هنا، طبعين 1 3 5 7 ايش مزبوط؟ ما بدينا من 15. مش مبينة بتكون هي؟ لا انا مشكلة، لا هي بدينا 15. طيب ماشي، هيو احنا رتبناه من 15 ل 25. اوكي ناخذ الان، ناخذ الفور لوب السنتكس تبعها فور المتغير اللي بدنا اياه، مثلا اي نكتب ان، مثلا 4 2 بتصير بالشكل هذا ل 14. بنكتب بعديها لوب وبنكتب اللي بدنا اياه، في الاخر بنعمل ايش؟ اند لوب. هذه هي الصيغه تبعت الفور لوب البسيطة. طبعا هنا مش هيكون في increment، لأن هو باي ديفولت هو بزيد بواحد بالوضع الطبيعي. إذا لو بدنا نحول هذا الكلام على البروسيجر تبعنا، يعني هناخذ الآن الكلام هذا كله هان لغاية begin. بعديها مباشرة هنعمل ايش؟ فور لوب. هينا حطينا فور لوب، بس بدل ما نيجي نكتب من واحد، يعني هنا ما فيش داعي لمين؟ للألف. الألف وين حتكون؟ هنا. والهاي لوين حتكون؟ هنا. هاي الألف بس تركوها واحد في الخط هذا كتبه، وهاي الأتش وهاي لوب. اوكي ايش حنعمل هنا؟ اف تمام الاي او هاي اند اف، بس هاي الشغل وهاي هذا السبيس. فبلش الاي اللي هو المتغير المحلي من القيمة الحد الادنى وظله شغال لغاية ما يصل لمين؟ للاتش. بلزمنا الان هاي الفور لوب وهي الـ end للـ procedure، نسميه odd number 2. اوكي بسم الله، نسينا حاجة؟ الـ f هي الـ end f، والـ for loop هي الـ end loop، هي الـ end الـ begin. اوكي هي clear وهي best وهي run. odd 2 سميته هنا. Procedure is created. نستدعي زي ما تو استدعيناه، هاي بدل odd 1 odd 2 وهي clear command وهي run. هاي طبعا من 5 إلى 25.
مرة ثانية هاي الكود. إذن هاي ريفيرس، وريفيرس يعني بالعكس ابدأ فيها، بس هاي فكرة انه احنا نبدأ بالترتيب العكسي. هاي رن زي ما حكينا، وهاي تنفيذ او ثلاثة او اربعة. تمام، نستدعيها كنترول زد زد، هاي او ثلاثة من 15 لـ25. في عنا ايش مشكلة؟ وهاي الاشياء، وهاي ران 15 17 19 21. ما كانتش ايش؟ لا قد ثلاثة بدنا نحط احنا، اسفين، بدنا تبدأ بالعكس 25 23 21. الان احنا حناخذ اللي هو النوع الثالث اللي هو الوايل. طبعا الفور لوب فيه له صيغة ثالثة اللي هي الفور ايتش. تمام، هذا بتكلم على موضوع الكيرسر او موضوع الاري، بس ما فيش صراحة فور ايتش، كلمة فور ايتش مش موجودة. تمام، فور عادية هنتكلم عليها لما نيجي لموضوع الكيرسر، حتى في نهاية الكيرسر مش في ذاك، يعني هناخذ الكيرسر التقليدي. هي فكرتها هيك انها فور ايتش، بس هي مش فور ايتش، يعني لا تطبق كلمة ايتش، يعني ما بنكتبش زي الجافا كلمة ايتش. خلينا لما نيجي لوقتها ان شاء الله حناخذها، بس الفور يعني لسه ما انتهى، في صيغ تانية ممكن نحن نتكلم عليها. الآن عندنا الوايل. تمام، while condition ايش في الاخر بنكتب هنا؟ loop، وهنا ايش؟ end loop. طبعا زيها زي loop و end loop، بس هذه ان هو بيفحص الشرط قبل ما يدخل لللوب، بيفحص الشرط قبل ما يدخل لللوب. وطبعا بلزمني هنا ان انا اعمل شرط التوقف او الانكر تبعتنا i becomes equal مثلا i زائد 1، صح؟ بالفكرة هذه. اوكي، نطبق هذا الكلام على نفس اللي هو البروسيجر. هاي نسخ، هاي نسخ، وهاي لصق، وهاي odd number 4. بدل الفور لوب ايش بدنا نعمل؟ وايل. مين عندنا اللي بده يزيد كل مرة؟ الاي اقل من مين؟ ال H loop. طبعا لازم يكون في عندنا هنا قيمة افتراضية لمين؟ لل I اللي هي ال. صار ال I نفس اللي عملناه في البداية أول شغل هنا بموضوع loop و end loop. تمام، حطينا قيمة ايش؟ ابتدائية. هاي القيمة الابتدائية لل I بتساوي ال. بلزم هنا بس انه احنا نزيد مين؟ ال i becomes equal i زائد 1. هذه بنغفل عنها بصراحة، ممكن تشوفوها في الفيديو السابق نسيناها احنا، لأنه حولنا من 4 ما نسيناها. هذا الشرط لازم يكون شرط صحيح، while i اقل من h معناته نفذ الشغل. اذا مش موجود كل هذا كلام اللي باللون الأزرق مش هيتنفذ. تمام؟ اوكي، ناخذ الشغل، وهي نسخ، وهي كلير، وهي لصق، وهي رد. ليش في اشي غلط؟ كريات مش نسخينها. هاي سي ايرن. اوكي، نبدأ نعطي نفس الامر للتنفيذ، بس هذه المرة ايش بدها تكون؟ هذه 4، هاي نسخ، هاي قد 4، وهاي clear command، وهاي لصق، وهاي run. هاي طبعا ليهم الارقام الفردية. نرجع تاني للكود، هاي الكود بكل بساطة حنكتب هنا وايل والشرط ولوب. ضروري جدا
نكتب end loop، وقبل النهاية نكون احنا بنغير في اللي هي القيمة اللي بدها توصلنا لانه الشرط يكون false. تمام، بالشكل هذا ممكن نطبق هذه المعلومة. هذا الموقع المعتمد للتدريب صح؟ هاي اللوب تبعنا، هاي الأمثلة لوب وإند لوب، وهاي المثال، وهاي في عنا إكزيت وين. هانا لاحظوا إيش بيسوي هو هنا في اللوب، الخطوة تبعته الستيبس بدها تكون 10 مش 1. عادي هذه برمجة، يعني هذه منطق برمجة ما إلها علاقة بالفكرة تبعتنا. يعني أنا بصير يطبع 10 20 30 40، يعني بدل ما يطبع 1 1. بس هي على أوكي. أنا عملنا تسويق للمركز العالمي اليوم. بدنا نجيب مجموع الأرقام من إلى، يعني احسب مجموع أرقام لفترة محددة، يعني عنا من 5 إلى مثلا 100. إيش مجموع الأرقام هذه؟ تمام، بدنا نعمل تطبيق نستخدم فيه اللوب أو إند لوب طبعا، وهنستخدم الفور لوب، وهنستخدم الوايل الكونديشن تبعنا لغاية ما نصل لإيش، لوب وإند لوب. بسيط هذا، يعني نحسب مجموع الأرقام في معادلة هي موجودة على فكرة. أنا بتذكر أحد الأمثلة حاجة على أن ناقص كذا، انتوا حرين جربوها زي ما بدكم او استخدموا الفور لوب بدون معادلة الان. يعطيكم العافية.